سيس حلمي بكر الله يرحمه، بعزي أسرته اللي بتتخانق على دفنه، بعزيهم وبعزي الحقيقة الوسط الفني كله والوسط الغنائي كله على مستوى العالم، لأنه حلمي بكر اسم كبير، صاحب تاريخ عريق، اسم من الأسماء المهمة هتبقى في تاريخ مصر الموسيقي. صعب قوي ان الواحد يقول انه تخيلوا انه جثمان الموسيقار الكبير حلمي بكر، انه لغايه من شويه كان حيران ما بين انه هيدفن في الجيزه ولا هيدفن في القاهره، والقضايا والاتهامات اللي حاصله ما بين الاثنين زوجاته، ابنه من الولايات المتحدة الأمريكية المفروض إن هو في الطريق، وقال آخر خبر عنه إنه محدش يدفن أبويا لغاية ما أنا أرجع. خلافات كتيرة في أسرة الموسيقار الكبير الراحل حلمي بكر، واتهامات متبادلة، ولغاية دلوقتي محدش عارف الحقيقة الحقيقة لغاية دلوقتي ايه بالظبط الحقيقة، لا، لكن في اتهامات، الاتهامات دي أثرت على عملية تصريح الدفن. آخر خبر طالع القاهرة 24 بتقول لا شبهة جنائية، وننشر شهادة الوفاة وتصريح الدفن للأستاذ حلمي بكر. أستاذ حلمي بكر كان هنعرف كان تواصل تليفونيا ولا راح لدكتور أزهري.